انا مش ابن رئيس الجمهوريه، ولو ابن رئيس الجمهوريه يتلغي له برضه لو هي حاجه خارجه عن النطاق، او ابن وزير الداخليه يعني خالص. بس خلينا نتفق على حاجه، في زملاء بيعملوا الايفنت، المشكله ان هم بيروحوا ويتفقوا مع الفنان والمكان ويعلن، وبعد كده يبتدي يروح يشوف التصاريح والمفات الامنيه. احنا بعد بالذات الحريقه اللي حصلت في قاعه المؤتمرات، بقى في اداره اسمها اداره الحمايه المدنيه، هي اللي بتدي الابروفال لمدير الامن عشان الخدمات تنزل في الحفله. لو ما وافقوش، لان ما فيهاش اشتراطات الحمايه اللي هي حمايه المواطن، يعني لو الناس فكرت هي في الاخر لصالح المواطن والفنان. هي دي يمكن اكتر مشكله واجهت ناس ما كانوش يعني عارفينها قوي. انا بحكم ان انا بشتغل كتير جدا، فكل يوم بتبقى مع رئيس القطاع هنا ورئيس القطاع هنا، فبقى اوريدي الناس عارفاكي وعارفين شغل وليد. وانا فيها ميزه ان انا ملتزم جدا، لما بقول حاجه ببقى قدها. يعني لما باجي اقول لهم ايفنت فيه 4000، بيجي ال 4000 بجد، ما بقولوش عندي 4000 ويلاقي يوميها 20000، لان هو بينزلوا بالقوه على بناء على فبقى في ثقه ما بيننا وما بين الادارات وبين رئيس قطاع شرق ورئيس قطاع غرب ومدير امن. بقى في هم مش صحابي، بس هو بقى في ثقه ان الشخص ده يعني بيعمل الوقت اللي مطلوب منه بالظبط وخلاص. ما مش على ما فيش على راسي بطحه، يعني اسمها ايه دي، بيقولوا ايه، ما فيش على راسي ريشه، يعني ما فيش حاجه اسمها، هي الظروف بس كده. فدي انا بقول لجميع الزملاء ان لا، اشتغل، خد موافقات التامين والحمايه والداخليه الاول، وكان الفنان مش هيعترض لو معاه الموافقات. ودي حصلت المشكله انها كانت بتحصل يعني حصلت الفتره اللي فاتت كذا حد وفي حفلات ناس كبار يعني، فهي دي اللي يمكن عملت البلبله. انا في ايفنت قبل كده اتلغى لي يعني، عشان ما فيش حد يقول ان وليد. السنه اللي فاتت في العيد كان عندنا ايفنت بتاع تامر حسني، وبس ده مدير الامن بشخصه كلمني وكلم تامر ومكتب الوزير الداخليه كلمه، لان كان في تهديد جاي في المكان ان هيبقى في تفجير. فدي ما كانش ينفع فيها ان حد، وبنينا السيت اب وعملنا البروفا، وتامر في الطريق كان جاي اليوم اللي قبليه للسخنه. بس يعني الناس تفهمت لما مدير الامن كلم وشرح، مدير اداره العلاقات اللي هو هاني لما طلع قطعوا البرامج واعلنوا تاجيل الحفل، وعملناها بعدها بشهر يعني. بس ان وزاره الداخليه هي اللي شالت على عاتقها خبر التاجيل يعني، فده ما كانش مني انا يعني، او من الفنان او من المكان. والناس كلها تفهمت الموقف، تاجيل الحفل وبعد كده عملناها وكسرت الدنيا. ايه لا لا، ده كان حقيقي، كان اصل يعني ما كانش في اي حفله، ما كانش في اي حفله غيرنا، فاللي هو ما فيش اي حاجه. وعملنا حفلات الصغيره سابوها، اما الحفله لان كان الاعداد بتاع تامر المبلغه ابتدت الناس تشوف سحب الدعوات والحاجات دي، لا دخل في رقم كبير 20 30000 خافوا. فمدير الامن قال لك انا مش هقدر اريسك ومش هقدر اعمل ده مع التهديد اللي جه، وحد من المخابرات كان بلغهم. يعني الموضوع كبير، وانا قعدت اقاوح يعني، ورحنا مكتب الوزير وعملت شكوى هناك يعني. انا كنت مصعب برضو الموضوع، بس في الاخر لما اتشرح لي الموضوع، لا ولو نفر واحد يحصل له حاجه فرحتي يعني. فكلنا تفهمنا ونزلت النشرات وقالوا خبر التاجيل قبلها بيوم، فده اللي خلاني الى حد ما اكون هادي.